أهلا وسهلا أهلا وسهلا. واليوم ما بقدر إلكن شو عندي غضب، غضب الله، غضب الرسول، غضب كل هالدنيا يصب على أمة العرب بسببنا. نحن السبب بما كسبت أيدينا. مؤامرة كبيرة شالوها بلحظة وكبوها علينا. مين اللي شالها؟ بدو أمريكي بمقاطعة أريزونا. كيف شالوها؟ بهالريشة. مين عنده هالعلم؟ صرميطة. مين بيحترم هالعلم؟ ما حدا. بعثوا لي إيميل شاركته. هيك بريشة. شو عملنا؟ وقعنا الطيارجي وقتلني. بعده طيارة بلا طيارجي. وقعت الطيارة ومات اللي هداك اللي بعتها. شو هو العلم؟ بالنوايا. ديماركيشن لاين. حدا عنده يبقى أمة العرب؟ في شي 10، واحد منه محمد كيلاني. شو عم نعمل؟ ما في احترام. الاحترام للهوت دوغ والواوا اسمه ريسبكت، ريسبكترم. البيسي بشكركم، شلت الدخان بس حطوها بالإنسان وما عرفتوا تشيلوها. بشكرك هيدا الأحمر بالخط العريض، بلشت تحط فضايح بس ما في حل. الحل بصرميطي، مع احترامي للصرمية، لأن أفهم من أي حرمية. أتحديكم رميوا رصاص اللي بيحطوها بورقة الدخان بمناطق عيروها بلبنان، واحد منهم الأشرفية وبأي شارع. في حل؟ الحل بالعقل، بس ما بدنا عقل، بدنا جهل تنفوت بالمهبل. هيدا كل اهتمام العرب. ما فيني إلكون كم محطة تلفزيون أجانب بدهم مريم وبيدفعوا، مش مريم اللي بتدفع بقى. قلت لهم وشو الضريبة اللي بدي ادفعها؟ What is the tax? Is it in the KSSS? قالوا لي yes. بدهم يسبوا بالعرب وبالمسلمين وبالإسلام ويمنعوا كتب تفوت. كل الكتب موجودة على موقعها مريم نور تي في، في سبيس، بيت الله. لحين ما شفتوها على التلفزيون، ما رح تشوفوها بطريقة جديدة على الموقع عندي هون. هيدا رقم تليفوني بتلفنه، بس تخلص البرنامج بتلفنه. مش أنا عم بحكي، بحكي معكم ساعة من 7 لـ 8 وبسحب الفيش، وما بحكي معكم عن الجسد أبدا. الأجوبة بالموقع. كل واحد عم بيطلع إلى مجرات ما فوق 81 بتحكوا معي، تحت 81 مجرة ما بديكم. كل اللي عم بيحكوا هودي شو بيقولوا له أبراج ومدري شو، لعنة الله عليكم كلكم، أنتوا اللي عم تعملوا مشاكل. هذا كله كذب ونفاق. بيشوفوا هيك شيء ومضة إشارة وبيبلشوا يحكوا إنه هن مهمين واللي قلتهم كلهم صاروا. هذا كأنه ولد عنده ديجافيو ديجافيكو. وهو ممنوعين بالمسيحية بشيرون، بالمعمودية، بالإسلام ناصيتي بيديك. بس ما في علم. بيجيبوا أم شفيف تهز بشفيفها. 14 مليون يهودي حكموا العالم بالغضب، الغضب الساطع آتن. وكلنا بيننا هوت دوغ وواوا. بتلفنوا 01-33-33-10 وأنا برد. أنت مريم نور صحي ما متي. هيدا العرب 99.99. انتروني بكرة شو رح أحكي كمان. مريم نور @hotmail.com. مريم بالواي، كل حرف الواي بتقروا معين دين شست بتشوفوا بأي قوة فيه. www.pspace اسمي بالإنجليزي، وأخذت باسبور اللي بدي إياها البلد. فين أخذ باسبور على التليفون؟ بيصل الباسبور على البيت. بدهم صرميطي، ما حدا عنده هالعلم. ليل كتير لبقى تطلعوا بالأجساد، رح فرجيكم صور محمد وكم نسيح وكلهم حكوا إنه أطفال وقبل ما أجي وحكوا. peacepace.com لأنه ما بدهم كلمات عربية، ما بدهم حدا عربي، بس بروح بهالاسم وكتبه بالإنجليزي كلها peacepace وبحكي عن الإسلام. إسلام الله، إسلام الفطرة. بيتعجبوا كيف في هيك إسلام وهيك مسلمين.
www.mariamnourtv.com وكلنا بموقع واحد بيت الله محمد كيلاني، هيدا العالم الوحيد في العالم العربي. قلت له التلفزيون، قال لي كله منحطين، كل تلفزيون اللي بيحكي ابراج وبيحكي هيك ما بدي، منه بحاجه ابدا، بيصرف $40 بالشهر وان شاء الله انا قريبا ولا دولار. بخبركم بكره شو عم بيصير بالخنشاره، ما حدا بامه العرب قدر يعملها. انسان واحد، خليل ابو الشوارب، بشكر اللي عم بيقول لي ببعث لك واللي بدك اياه، انا عم موت، قال لي مليارات عندي وعم موت، بدي مليون دولار من مليون عربي، ما بدي الاجانب. بدنا العرب توعى بالصدقات وبالزكاة. إذا بتحط دولار بالنهار، عنا تلفزيون لنا قريبا، عنا 4 محطات بس، هالتلفزيون بيصير كله ولا دعاية، نعيش كلنا وقف، ما حدا جوعان، ما حدا مريض، ما حدا تعبان، ما حدا مديون، بنعيش عيش الخلفاء مش الحلفاء، عيش الخليفة مش الجيفة. شبعت من العيش مع الجيفة، أنا ما عندي تهذيب اجتماعي أبدا، بدي أحكي معك سمو بسكر، ما في سمو وما في جلالة، أنا حمارة عم بشتغل على حالي تكون حمارة، بدي كثير شغل. علم آدم الأسماء، ما في ألقاب، وأنا بالمطب مطب الغضب، اللي وصلنا لهون بهزلوا بهالهوان. جهل أمة اقرأ لا تقرأ، 95% بفوت على كلمة سكس وفياجرا وبورنو، شو السبب؟ ما تحط ايدك هيك هيك وعليك 4 خير جليس الكتاب، قريت كل كتبك كلهم كبون، كل ايميل بدكم تبعتوه عن الجسد على الموقع فيه المشكله والحل، والحل منه بالطعام يلي مستورد. بشكر النيو تي في يلي هو فيها عرف انه كلهم مستوردين كذب ونفاق، بس فلان الفلاني مرته اللي عم تدعم هالدعم، سوريا شالت خطر وكلها وشالوا كل الاعشاب، كل البلع ممنوع، بدنا مضغ مش زلع وبلع. قال له المضغ مضغ مضغ مضغ. كل اللي عم بيعملوا هاكرز على المواقع ما فيكن. عنا واحد اسمه محمد كيلاني ووحدة اسمها ليلي، ما بنعرف اسم عائلتها وماني شايفتها، ما فيني قلكن شو بتدعم مريم نور ماديا ومعنويا. هيفا الفيصل وبدر بن سلطان، لو بدك تعطيني كل ثروتك خيي ما بديها، بشكر هالكرم بس هيدا حرام، بدي حلال. عم ترجعوا تتعاطوا بالادويه بالمستشفيات وانتوا بتعرفوا هالمره شو عملت ببيتكم كلكم، شو عم تعملوا؟ ما فيكم تحطوا برنامج في اخلاق؟ لولو اختك هي اللي قالت لمين؟ حطيت ايدي بامر من الله وشلت السرطان وشلت الورمه وكلها، هيدا امر الهي. احمد زكي اليماني كتار، كلكم شفتوا هالإشارات موجودة بكل إنسان، منك بحاجة تروح لمطرح لحالك، فيك أنت تغمر حالك هاي الغمرة، مش بالجمرة بس، توصل لوحدك فوق القابض على الجمر، ما في صديق بقى. أيها الحق لم تترك لي صديق، أنا بعد عندي 2 3 4 بلبنان، 1 2 3 بكل بلد، وبتجربوا أنكم تقتلون. فإذا ويك أب، إذا ما قدرنا نعمل صومو تصحو طبخ بعمله عندي بالبيت، الجزيرة قدرت بالبيت أبعد شبابيك وهيك، الشباب بيجوا وبنعمل برنامج طبخ مما يليك من أرضنا من لبنان، ما تدوقوا أبدا مواد حيوانية بقى كلها مضروبة، بطلب من كل المستشفيات ما تبيعوا ولا جتة، عم تاكلوا لحم خيك الإنسان،
كل المواد الدايري فود، الألبان والأجبان. نعم، بلشت الـ بي سي عم بتحط وبرامج تانية وتلفزيونات، بس ما في حل. ممنوع العلم الوحيد هالبرنامج بأمة العرب، وأتحداكم هو الوحيد بحط علم. الكالسيوم منه من الحليب ياخده، من الحشيش. قروا أي كتاب لكمال جنبلاط، كل موقع عم بيحط شيء لكمال جنبلاط بيعملوا له هاكرينج. ما لازم الناس تعرف حقيقة كمال جنبلاط، أفاتار بأمريكا بيسموه، ما له لقب. غلطته الوحيدة قال له معلمه لا تتعاطى السياسة، فيها دناسة ونجاسة. شو عملنا؟ موسى الصدر وكمال جنبلاط وغيرهم، لو جبران هون كنا قتلناه. وهيك العلم ممنوع، ما بقى في شيء ممنوع، في انترنت وانترنت. وهلا هبت الامه العربيه بخمس شباط، وقعت مؤامره على لبنان وسوريا تتولع. مين وقفها؟ هالريشه. ليش ما عندنا علم؟ موجود في القرآن الكريم. هي الشعر المنفوش، هالنسوين اللي عم تنفش شعرها. قالت لهم امرأة بدوي حطوها، حطوا الحلا، حطوها، حطوا، حطوها على الباب. شو العلم تبعهم؟ هيدا علم ذكر، طلع الطاقة الأنثى، محطوط العلم. ما فيكم ليون. هودي المايا والهونزا والفيديك، ما فيكم، هن اساس العلم، بفوتوا بالنوايا. نحن ضعاف، انا نهر صغير بهالصحراء بينشف. مشان هيك بروح لعند الجماعه، وقريبا جماعه بلبنان بحكي عنها بكره. ما فيكم توقفوها، خلص بس نكون أربعة خمسة ومعنا واحد منه عايز مصرياتكم. عنده العلم وعنده الأخلاق وكل شيء، عم يختبرها. الحياة هي اختبار، والاختبار سبق التعبير. نحن كلنا عم نمرق على ممر فيها عبرة، عم تعبر على نهر. ما تعمر بيتك على النهر. حفاة عراة بهالعورات عم نطلع بهالبنايات، شو أخذ معه رفيق الحريري؟ شو أخذ معه الإسكندر الكبير؟ شو أخذ معه هالأغنية اللي ماتوا وسبقوك وعلى الطريق كلنا؟ الملك أكبر، ملك المغول، تعرفوا القصة؟ كانوا حاطين كرسي للملك، بعدين ولي العهد والشراشيح نحن اخر شيء. بفوت واحد شرشوح اكثر مني ومنكم ومعه كرسي مكسره وشرشرشت، وحطها قدام كرسي الملك. مينك انت؟ قال له انا اكبر من الملك. طلعوا فيه هيك وعم بيقولها، اكيد من اختبرها. وقف ولي العهد قال له ليه؟ لو ديمت لجدك بجبيه ولا بدهم لبيك تجيب؟ قال له بس كيف انت اكبر من الملك؟ ما في الا الله اكبر من الملك. قال لهم انا اكبر من الله. قالوا له ما حدا اكبر من الله. Nobody is greater than God. قال لهم I am the nobody. انا المحدا. وترك الكرسي وكله. شافوا إشارة، مسيح عم بيمشي، محمد، علي، بودا، كريشنا، رابعة. فات الملك وقال في صمت، بس هالصمت سكينة، سكينة الزهور ما سكينة القبور. تعجبوا كيف الملك عم بيحكي. طلعوا هيك صار يقولوا له، طلع لبرا قالوا أكبر، ليش عم تستكبر؟ نسيت وين كنا بحياتنا الماضية؟ ولا كلمة لحقوا. قال له هون أنا عايش بالقبور، لا إلي اسم ولا إلي مقام ولا إلي مجد ولا إلي لقب. وبقي قال له فيك تجيب لي قلم وورقة؟ من السرايا إلى الخرابة. قالوا لبنته تجي. إجت بنته حكت، وفي بي قال له لابنه حسين، حسن
روح تعرف الله عند الملكة. قال له يا خي مالكة هيدي، شو بدي روح تنافس وخنافس وقصور وهيك. حسن حسن، راح حسن قالت له أنا الملكة وأنا اللي حاكمة هون كل بلاد المغرب هيدي. اجوا أربعة، حلقوا له شعره، حلقوا له شعره، حطوا كباية زيت، حطوا كباية زيت. قالت له بتروح بتتفرج على الاحتفال والمهرجان اللي بده يصير بالشارع، بتيجي بتخبرني شو شفت، وإذا نقطت نقطة زيت هول الأربعة اللي حلقوا لك راسك وحطوا زيت وكباية زيت بدهم يقطعوا لك رقبتك. راح هو إجا قاعد على التنافس والخنافس والقصر، علي مانا بالميل، علي بالعقل. قالت له شو شفت يا حسن؟ قامت وانحنت، وهو انحنى لإلها وما وقعت الكباية. قال لها ما شفت شيء. قالت له ليش؟ قال لها لأن كل الوقت كنت مركز على هيك. قالت له هي جوابك إلي، شفت اللي عم بتشوفه هون؟ مركزة على سيف واحد، أنت عندك أربعة وشايفهم، أنا سيف مني شايفته، اسمه سيف الموت. قال لها شو عملتي؟ قالت له شلت الغضب. قال لها كيف شلتي الغضب؟ قالت له بالغضب. انحنى وما وقت. قالت له انتبهت؟ قال لها ما انتبهت على شيء. قالت له انا اللي شفت، صرت انت والكبايه واحد. اذا انت والكبايه فكرك وصلك فيها، انت والخالق واحد. وهيك كل الاطفال، وهيك كل مستنير. الغضب وقع على الكرة الأرضية وبنوع خاص على العرب المسلمين. شو السبب؟ بعدنا بكر البلاء، سيوفنا عليك وقلوبنا معك، بعدنا بالمجاملات وبالكذب وبالنفاق، بعدنا منك عمر شو بيقولوا له مسجد موسك ملايين الدولارات، قول لك شو في مجاعة، كنيسة 161 مليون دولار بدبي، لك شو في مجاعة عند المسيحية وعند المسلمين وعند المسيح ركب على أتان أنثى، الإمام علي على الناقة، وين هالعلم؟ وين راح؟ ليه سكرنا باب العلم؟ تا 14 مليون يهودي يحكمونا بالصرمية، نحن سمحنا له. الغضب بكل أمة العرب هلا، عرب غضب. في حل؟ لا، منغير الكباية بس الوسخة بعدها موجودة، منلتهي بكباية جديدة بيرجع بيعبينا أكثر غضب، منرجع منغير ومنعمل ثورة ومهرجانات ومدري شو مظاهرات، ومنشيل الدخان. يا خي شيلوا الدخان بالإلومات، حطوا ألمنيوم كبوها بلبنان بالأشرفية، ما في إلا العلم بيخلصنا. هيدا العلم يعمي والجهالة تعمي، وكلاهما بلاء، بدنا علم. ورثة الأنبياء موجود، نعم، يلي أنت بدك يبها الوجود. أنت محمد طلع على الجبل، الجبل ما إجا لعن محمد، هذا هو الجهاد الأكبر وهو أكبر الجهاد. خير جليس لكتين، ما عندكن عذر، العطشان بيعرف وين هو، وصديق، وإذا عندك الصديق أنت الغني واستغنيت. أول خطوة أنا بقى تطلعوا بالظاهر، خلص الإنسان عنده صرمية برا وكفن، ومطرح ما بتموت بتندفن. بكرة بدي أحكي عن أهم دفن صار بلبنان، منه دفن هيدا ولا كفن، بخبركم بكرة. بس اليوم عن هالغضب اللي عم بيطلع حتى بالأطفال، بيخلق عنده غضب من الرحم جابه. هيك آدم وحواء جابوا قايين وهابيل، وبعدهم عم بيقتلوا بعضهم الإخوة، صار في خوة، ما في أخوة، خوة. سبب والحل بسيط، الحل بلا إله إلا الله من قلبك،
مش ليب سيرفيس. كل اللي عاملين عمليات تجميل ما كلامك لا يتعدى اللساني والأداء. كل واحد شافت هيك وشفت ولفت ونفط كله بتشنون عن الشاشات، و99% عاملين عمليات تجميل. لبنان بلد البورنو عمليات تجميل وسياحة جنسية ومعروف صار. مش من بني معروف، معروف الإسكافة، عرفت قصته. ليش مبسوط هالمعروف الإسكافة؟ تعطى نعطيه مصاري، أعطيه مصاري صار بيله، صار مثله مثل غيره. العلة مش بالمال، العلة بالعقل. مالنا حرام عم نصفه بالحرام، مال الحلال بيروح للحلال. وخبرتكن لا تدفعوا ضريبة وين ما كنتوا بأي بلد غربي، تطول قانون. وقت اللي بتعمل معي استشارة وما حدا عنده علم الصوت بالعالم العربي، كذابين 100% كلكم. بس هالمرة الحمارة أتحديكم، إجا واحد لعندي سعودي بس حكايته، قال لي سامحيني، كان عم بيتاجر بالصوت. كل اللي عم بيتاجروا بالمأكولات كلها كذب. في واحد اسمه هاشم العلوي، بدي أذكر اسمك، عراسي، سألوه سألوه ابنه، بيسألوه بيقولوا ابنك نبي. هيدا بالسعودية. بلبنان منكم بحاجة، كله كذب. جابوا أزبل بضاعة لميتوكو هلأ، كلها ملوثة. ميتوكو وميتشكوشي سكر بيبو، قال ما في حدا، كله كذب. مما يليك تاكلون بتحطوا ملح، مثل ما قال الإمام علي، لحقوا الأنبياء مش الأغبياء. صوموا تصحوا. كل واحد منكم بيقدر يصوم 36 ساعة، ما تتأخروا. أنتوا 36 ساعة، هيدا علم طواف جلال الدين الرومي. لا مي ولا شيء، بعدين بتجعل وقت ما بتتنفسوا عيونكم ما بترف. هالبلورينج بتعمل هيك هيك، هيدا مرض كلى. خوف، الخوف يجيب الغضب والحقد، الغضب بيضرب القلب. شو ما سمعتوا مين ما عم بيطرطق مين ما هيك، حتبروها. الله 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 يا شافي يا شافي. بلوى من كم يوم اخذي معي كتاب، ولد ما بيعرف يمشي منيح يعني، حمله شوي. مرقني البوليس بس شافني، وقف السير وانا كنت مسكت له ايده. وصلت على السوديكو هونيك في خليل ابو الشواري، رجعت قلت انا بحمله وحاملي كتاب. قال لي فسر تزحطي. قلت له بعد شيء، بس انا هون كل البيفز يعني الارصفه على صرامه مشفره بتزحط. قلت انا اذا زحط انا وياه هون دغري صوت واحد لحن الشباب موجودين، صرت حد وحد بولاريس هون. زحط الكلمه اسمها الحمد لله، لانه رجعت قدرت. ما بقدر لكم شو غنى هالصبي، ما في هالصوت منين طلع؟ طلع فيه وطلعت فيه، ما فيني غنيها لانه صوت كان الهي بكلمه الحمد لله. هاي كم كلمه قالوا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله لان الله. اعاقته غريبه، بكل شيء معاق. كيف طلع هالصوت؟ طلع فيي، عرفت انا الغبيه، انه تاملت انه هون انا بحبه. هالولاد ما حدا عم بيعترف فيهم، ما حدا بيحترمهم، منسميهم معاقين. لو ما هوكن ما عنا انترنت. حضروا ماي ليفت فوت، انا شفته نحن المعاقين اللي ما بنحترمهم ما بنعترف فيهم، هن معافين، عافيهم الله من هالدنيا كلها. فإذا وقت بسمع صوتك وبقول لك كلام ما تتعجب، كيف عرفتي؟ من الصوت. أرحنا يا بلال، وما بيعرف يقول شين بيقول سين. فويس ثيرابي، عدوا تدرسوا. كل يلي راحوا بعتذر، وبعتذر منك نانسي عبده، على كلهم يلي راحوا عند اوشو 100%.
ضحية الجهل والغضب. ما فيني لكم بقرا لكم اياها، صار عندها شهادات ناس اللي طلعت معي، شهادات بالسلام بالمحبة سبت محمد والمسيح يعني. ومين عم يعطيهم هالشهادات؟ جماعة اوشو. بلشوا عملوا دين منه. ما في لزوم تروحوا لمطرح ابدا، وفيك انطوى العالم الاكبر. اذا لقيت صديق صادق محمد كيلاني اقوى منهم كلهم، مرة عند اوشو، اوشو بيجي لعنده. ادعوني استجيب، الله لحوي فيك وجاي لعندك، المحيط بيجي عند النقطة. بس الولد يصرخ امه دغري بتروح عنده. شو ما سمعت، نحن هلا بأزمة صعبة كثير، مش بس أزمة مادية وهيك، بسببنا إن شاء الله ما يكون في بقى مصاري، نعيش بلا ميل مثل من زمان مقايضة، عندنا خيار وعندنا بندورة وعندنا هيك، حتى كان أول ولد بس يخلق صبي، هيدا لله يبعثوه على الدار، هيدي لله يبعثوها راهبة. هلا لا ما بدي اياهم أبدا، بخبركم بكرة، شفت رهبات ورهبين وتحملوني، بهدلت من الساعة 12 فيهم. ما بدي أي دين ولا أي دار ولا أي مؤسسة ولا أي كتاب، كلهم وكلهم ما بدي اياهم. لحو سيدنا إبراهيم المسيح وين درس؟ فات على الجامعة الأيوبية. كل هيدي مؤسسات تجارية وجهل، ما بيعرفوا. الإنسان عدو ما يجهل. وقت الولد عم بيلعب ما بهمه تيابه، وما بتهمه الصرمية، وما بتهمه العنبات اللي عم بيعمره من رمل. لا جوعان ولا عريان ولا عطشان، اللي عنده حب وعشق ما بيعرف الأكل. جسمه هين إلش 20 سنة ما بقى عم تتنفس، بعدها عايش، حطوا جسمه هين. حطوا ماهر بابا. حي، شب ورجال حلو وجسم وهيك كل شيء. شوفوا هي اللي بيلعب فوتبول ما بتنفس. فإذا حطوا علم، فوتوا من باب العلم. أنا ماني جسد، أنا ساجد في هالجسد. أنا ماني السيارة، أنا السواق. أنا ماني الخيل، أنا الخيال. ماني الناقة، إلا نقيني ورقيني. هو ركبها بإجريها، كيف بتمشي بتعرف وين. فإذا بدنا باب علم، المدارس كلها متيس، الجامعات كلها تعطيك شهادة بتلزقها على الحيط. 136 شهادة في وحدة كويتي معه يوم بالمكروبيوتين، 136. هلا عنده 1000 حجة لوجود الله، قلت له لو ما عنده 1000 شك ما جايب 1000 حجة. فإذا كيف بشيل الغضب؟ بتشيليه من القلب. ما بشيل الغضب بالغضب. انتبهوا. الغضب أكثر شيء بيجي الظهر. لأنه مرق وقت مرق وقت مرق، رح نار رح نار، ما بقى في خيال، نو شادو أني مور. أنت والخيال واحد. بهالوقت ما في خيال بقى. تتذكروا الجردون هيك خيل كبير بده شيء فيل تياكله يعني، بعدين اللي خيي بده شيء نمله، ما بقى في خيل. خيالك مالك واعمال والشهره والمجد والبهره وهالفنانات، كيف اكثريتهم بينتحروا؟ كيف حياتهم؟ كله جلق وطلق حديثهم. ما في مطرح، ما في مطعم فيني اقعد ما بيدخنوا. وبعدين الحديث جلق وطلق كله. عنا بلبنان زياد الرحباني على راسي يا حبيبي انت وبقلبي. فيلم امريكي طويل، سهريه، نزل السرور، نحن اولادنا كبرنا عليك. شرب الخليل رح يصير في تغيير ببرامج قرب تنحل، مريم رح تكتب. ما بدنا تمثيل، ملوه طبيعيه. حياتنا هيك صارت، صرنا كلنا جلقين شيء طبيعي، شعراتنا منفوشين ومنشدق بهالعلكه ومنطرطق بالكعب الصرميه. هي ما بتشوفوها برا ابدا، ممنوع. في علم. طرطق 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 طرطق، تنقر بنقر شنقر، ويلا يلا يلا، والجينز. ايه اسمه جينز. شوفوا الكلمات كيف عم تتركب. حدا فكر؟ لا
العلم موجود فيك وبالوجود، ما بدك كتاب، بدك عطش. العطش بياخدك على النهر، تاخد الفرس على النهر. إذا ما عطشاني ما بتشرب. أنت مالي؟ يلا من الضيف كلنا اجلق اطلق، وأنا أكثر منكم. بس بالجماعة، عشان هيك نحن بحاجة إلى جماعة بلبنان، مش كراود، مجتمع وحشود وعدد. جماعة صمت العارفين، سكينة be still and know that you are God. أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر. إيمانك شو فيك؟ لا أنا ولا بي. لا ما أدري، ضاين 3 سنين هون، راح أخذ القبيلة القسين، رموز كل شيء بتسمعوه بالإنجيل وبالقرآن، هيدي رموز. أنت لحو فيك وفيك انطوى واستوى العالم الأكبر، وما فيكن تمنعوا أي كتاب. فوت على الموقع بس حط الكتب كلها أوشو وورد. ريبيليوس تشايلدهود، كل الأطفال عندها تمرن، نحن بنسكتهم. سكوت تع نفس ولا نزيل، ماما في حدا جاي لعنا، نزيل ولا اقعد على الدرس، عم بشتغل انا وبيك تنعلمك تصير فرسفور ودكتور ومعك شهادات على الحيطان. تمرن، لا مدرسه ولا بي ولا ام، الا انت مش امي ولا انت بي. بشكر هالراهب يلي قال لهم المسيح الله وشرب الله كونوا الله. انا بقول لك خي الراهب مش الله، هيدي مؤامره الوهيه. النهر ينهر كلنا، زينوا القرآن بالأقوال وبالأفعال، اعقل وتوكل. أنا ما عندي دين أبدا، ما بنتمي إلى أي دين، إلى أي شريعة، إلى أي كتاب. هذا هو ما قبل كل الديانات، ما قبل آدم وحواء. ففي البدء كانت الكلمة. شو كان في قبل البدء؟ كلنا هونيك. صمت العارفين، سر الوجود، اللهم لقد بلغت. هيدي انت الاطفال كلها بتعرف، كل واحد منا يفوت بهالصمت. وهي من المجلات الممنوعه وموجوده. خلص كلكم اطلبوا اوشو وورد باي بلد اللي كنتوا، اذا ما قدرتوا على الموقع حطوا هيلثي نيو يير، مش هابي نيو يير، هيلثي. اذا ما عندك صحه ما عندك صحوه، العقل السليم بالجسم السليم. يلي ما عنده جسد سليم لجسدك عليك حق، نزع القشور خطوة إلى القبور. ارجعوا إلى كلام الأنبياء، خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد. نطلب منك خينا والأخ أنت والزوج والحبيب سيد حسن نصر الله. ما اسمه حسن نصر الله؟ أنا ما بعرف الأسماء يعني. حط علم معركة خيبر، هيك شيء الغضب. قال له بخاف اقتلك لغضبي يا حبيبي. انت ليش بس عند الأجانب؟ ليش عند الألمان هلا هيك موجود؟ على محطة من محطاتنا المنحطة إجا عالم كبير بالمي، وعم تستضيفه أم شفيف، عامل ميك اب، عم بيحكي عن مية زمزم. بتقطشه بتقول له، بعثت له اعتذار، قلت له هيدا العرب هيك. قال لي تحت الطاولة كان ينكسى انك سكتي، ما تسكت. انا هيك مش هيك ما بطلع مع اي محطة، كلكم منحطين 100%. اعمى وبده يحكي عن الضوء، عن الضوء. ولك خيمة انك اعمى انت. اثنين بيشوفوا ما بيحكوا، واحد اعمى واحد هيك ما فيك لا، واثنين عميان. هالسياسة اعمى مع اعمى، وبيحكوا عن النور وعن الضوء والحرية والاستقلال ومدري شو. اجا يحكيها علم، حق عليك. قلت له ليش بتروح لعند مرة عاملي ميك اب؟ She doesn't have wake up. حطوا ووتر باور، مش ضروري مية زمزم. من قلبها طلبت، قالت له مين قال لك؟ قال الله. قالت له إذا الله هو بيتكفل فينا. ابنها عم بيموت، نقطة مي لابنها مش لإلها. زمزم زم لأبد الآبدين. وهيك بيعطيك لأبد الآبدين وحي من الله. أتحدى إذا في بهالأمة في حدا بيحكي بلا ورقة 7-8 ساعات بقعد هناك.
لأنه مش مريم اللي عم تحكي، هيدا المر واليم. روح، نحن كلنا نور من نور إله من إله إله، هيدا واحد، نحن بامبو فلوت، أنا أوركسترا، عارفة حالي. مشان هيك ما عندي إلا خير جليس الكتاب والأوراق وبكتب، كل يوم بحب كتاب إنجليزي، كل جمعة اثنين بحط عربي، بس على الموقع كل يوم بحكي نص ساعة شيء ما فيني أقوله هون، لأنه إذا قلته هون وقعت التلفزيون. كل شيء بتعملوا له دعاية، الشمس شرقة والناس عايشة، خلاص فوتوا على الإنترنت فيها كل شيء. You have a choice، إن شو بتختار؟ كل الإيميلات كبوا من الايميل، بعرف اللي عنده نمبر وسكور وشينجر بينجر اسامي، هيك كلها بكبها بالالوف، اثنين ثلاثه بيجوا هودي كلهم، ما بطلع. بعرف انه السؤال سخيف، الكتاب بينقرا من عنوانه، الصوره بتحكي الف كلمه وكلمه. فاذا اليوم الغضب الساطع، لن سطع الغضب من القلب، القلب عنده غضب، الكبد عنده حقد، الكلى. احنا وصغار وين كنت؟ كنت على النهر شفت كلب اسود، ايه خفت منه؟ لا بيعمل لك هيك، بتعمل هيك. هودي موصولين بالكلاوي، هون في خوف. منين اجا؟ من احنا وصغار. افعل حد ولا كلا ما بتتحمل. هلا بس تفوت على الحمام، افتح الحنفية، تتجاوب معك في تناغم وانسجام مع المي والكلى. سو انتبهوا من بعد الساعة 7، بس حط السحابة هون، ولا فواكه ولا مي، الفاكهة طاقة فجر ولا مي، لأنه بدها تنام الكلى، هي بدك تشغلها كل الليل، شو هيدي غسالة؟ ونفكر نصوم. كلنا فوق 18 فينا نصوم 36 ساعة. المواد الحيوانية كلها، القلبين والأجبين، قد ما بنقدر السكر. هيدا قلب الجاتو أنا طلبته من أحلى وأغلى مطرح بلبنان، وقلت لهم، قالوا لي بس يعني بكلف، مستعدين. أنا جبت العسلات وجبت الأشياء اللي بدهم إياها، بلا بيض بلا لا تغالي إلا بالغالي. أيه أحلى، أشتري أدوية أو بشتري أكل؟ قال له راح عند الطبيب ودفع له، راح عند الصيدلاني اشترى الدواء، اجى على بيتك بالدواء. قالت له مرته شو عملت؟ قال له هو بده يعيش، والبيعة الدواء بدها تعيش، وأنا بدي أعيش، زدت الدواء وشم الهواء. هلا ما بقى في هواء، في هوس ونجس ودنس، راح الأنس. شو بنعمل؟ نعم في حل. اعقل اعقل وتوكل. كلنا بقى نهذب هالغضب اللي فينا. وقت اللي بتسمع ازعاج، هيدا عم بيدق، هيدا هيك، لو بتشوفوا الاشرفيه بالليل ما بقدر لكم بالشارع اللي انا فيه، هيدا بالليل عم بينظف، هيدا بده موتر مي، هيدا بده موتر كهرباء، كله ازعاج بالليل. فتحت الكتاب وقريت، اعتبريهم كلاب عم تنبح، الكلب بس هو عم بينبح عم بيعان، ما معه خبر انه عم بيزعجك. انت تجاوبي بهالنبح والنبح، بس ما بتعودي تسمعيهم، حطي الديماركيشن لاين. منا سهله، بس وقت في شيء بتحبه اكثر، وانا عندي عشق، عندي عشيق بقلبي، بقعد مع العشيق. انا الحق وانا عشقي لله، مثل الرابعه، عاشقة الله يا حبيبة قلبي. وقت اللي سكروا الانترنت بمصر، في اثنين بيعلموني بالدين، يعني عندهم عشق للصوفيه وهيك. يا الله، بس فتح التليفون، تعالوا بتقعدوا معنا بلبنان، قالت ما فينا نطلع من البيت هلا. صرت فكر انه انا لازم فكر، يعني لان ما بدي اللي بيحكوا قلقله وعن عني، قال فلان عن فلان عن هني عايشينه نهر للاتربه ومنى علي، هيك عندهم عشق له اسلام الله. فإذا الغضب فينا،
خليه يطلع عند الموحدين، مش الدروز، الموحدين كلنا. بس في شيء هيك غضب بيحمل فجوره، هيدا واحد اسمه جبار عملها، بيحكي لغه من غير كوكب وما حكي لغه الدنيا هون. بالمسيحيه الاعتراف، بالاسلام استغفار. انت شو 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 ما مثل الملك ضرب اللي حده، قال له هيداك ضرب اللي شو خاصني انا، قال له ضرب اللي حده من عشيه مرته ضربته، قال له شو، قالت له برمي مثل البرمه ومشين هيك. انت قلت له انا بصب عليك غضب بترجع عليه، ولكن اذا وجها لوجه، ايه وجها لوجه الانتقاد، بالانتقاد تحيا البلاد. بس كنت انا زعلانه بتلفن دغري، جيزيل ليش عملتي هيك اليوم بالبرنامج ما في؟ قالت لي معطلي هيك هيك هيك. عظيم شكرا. تلفنتك؟ قالوا لي ايه يا حبيبتي. قالوا لي حطي ورقه واكتبي هيدا رقم تليفوني 9611333310، هيدا البيت. من السته ببلش البرنامج، سبعه بحكي معكم، من السبعه للثمانيه ما في شي جسد ابدا. حكوني دقيقتين بعرف، ومن الصوت. ومريم بالواي، مريم نور @hotmail.com، وبس تغري مريم الجديد كمان بيوصل لي. بي سبيس باسمي بالامريكاني، ومريم نور tv.com، وكل العلوم ببيت الله. نحن اربعه، بشار انطون، نهله الاتربي، محمد كيلاني، ومريم نور. وما بدي غير مواقع ابدا، كل واحد اخذ زاويه ومنتناغم بهالاربع زوايا. انطروني بكره رح احكي عن موضوع من 2000 سنه ما حدا عمله الا الي ريش، فخر العالم. في واحد سبقك بس ما بسترجي اقول هون، قلتها بالبيت، اسمه توني، وهيك كمان مرق باختبار ولحق المسيح خطوه خطوه. بس بلشت الناس تصحى يا اخوتي وتوعى وتعريف انه لا دينك بيعيني ولا ديني بيوفي لك الدين. يعني اغنيني حلوين كثير لهالشباب اللي عم تطلع وبتحط، بس بدنا حل. مش المهم نحط المشكله، بشكر التلفزيونات بلشت تحط المشكله انه انتبهوا، الادويه، المستشفيات، الاكل بالمستشفى، الماموجرام، هي كلها بتسبب سرطان. ومريم اشتغلت باهم مستشفيات امريكا، وعميد الامدي اندرسون عنده سرطان، رئيس جمهوريه امريكا قال له جيب هالمره. وصح، قلت له بتاخذني على المستشفى، قال لي بيوقع المستشفى اذا حكيت الحقيقه.